مكشات اليوم رتب تحت شجرة التفاح في وادي ترقن والنهر أمامنا، أجواء خيال. والنهر له عدة استخدامات، أهمها ثلاجة حط العصير فيه. إذا اجتمع بساط أخضر ونهر وجو معتدل وثلج فوق الجبال، فاعلم أنك في كازاخستان. جرب هذا الشاي زهورات، هذا من السوق الشعبي، يقول من سمرقند أوزبكستان. وجهز الزهورات الأوزبكية. القدر هذا إيجار اللي عندنا ما ضبط. أذكر مرة في تنزانيا اشتريت الخروف بـ 100 ريال وقدر الضغط مستورد بـ 200 ريال. تورينغ مكان يبعد عن الماتي قرابة ساعة ونص، لكنه يستاهل الزيارة والمكشات. النهر تشرب وتغسل منه وتبرد عصيرك به، بسم الله، لكن حط حجر داخل الكيس حتى ما تودع عصيرك. واللي يزين هذا المكان أكثر، ما في حشرات ونظيف، ما تشوف إلا أثر مواقد النار.